وبالعودة للأوضاع الميدانية، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي لغرفة عمليات تحرير سرة السيد أحمد القاضي. مرحبا بك سيد أحمد القاضي، كيف هي الأوضاع في مدينة سرت ويعني الجبهة الشرقية أو المحور الشرقي إن صح التعبير شرق مدينة مصراتة؟ بداية تحية طيبة لك أخي الكريم ولكل مشاهديك الكرام، وتصحيح بسيط فقط، أن رئيس الفريق الإعلامي لغرفة العمليات ولست الناطق الرسمي بها. بالنسبة للأوضاع الميدانية ولله الحمد منذ ملحمة أبو قرين التاريخية يوم الأحد 26/1/2020 الأوضاع الميدانية تحت السيطرة بالكامل من المحاور الجنوبية بداية من دوفان إلى البغلة مرورا بمحور الستين ومحاور النهر واحد والنهر اثنين إلى الوشكة أبو قرين ومحور طريق البحر. المحاور كلها تحت السيطرة، الخروقات التي تأتي من عصابات الكرامة الإرهابية تم تسجيلها وتأكيدها وهي متكررة بشكل يومي لغاية مساء اليوم. كانت هناك محاولات على أبو قرين الشرقي، المحاولات التي يأتي بها العدو دائما تتمثل في قذائف الهاون وراجمات الصواريخ، إضافة إلى بعض الآليات وبعض المشاة والطيران المسير بطبيعة الحال تم رصده أكثر من مرة، إضافة إلى الطيران الحربي قدم قاعدة الجفرة. ولكن تمركزاتنا الأمامية وحسب ما تلقت من تعليمات فهي في خطوط دفاعية إلى حد الآن احتراما لموقف حكومة الوفاق الوطني الدولي مع دول العالم بشأن إطلاق النار وإيقافه، وبالتالي كل تمركزاتنا الدفاعية تصد وتستهدف هذه التجمعات والتحشيدات إن وجدت في أي وقت من الأوقات. طيب سيد أحمد القاضي، هل ترصدون تحشيدات مستمرة من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر في تلك المحاور، أم كيف هي الأوضاع؟ بكل تأكيد دائما ما ترصد أعين سرايا الاستطلاع التابعة لنا في قواتنا النظامية وقواتنا المساندة التي نبارك صمودها في عملية بركان الغضب في طرابلس غربا والوشكة وأبو قرين شرقا إلى زمزم والقدحية جنوبا. طبعا نرصد دائما التحشيدات وبعض التحركات في التمركزات والاجتماعات والتي قدر الإمكان نسعى للوصول إليها من خلال قواتنا البرية والبحرية والجوية، نستطلع دائما ونرسل ونتعامل إن سانحت لنا الفرصة أو إن هجموا هم علينا، دائما قواتنا في الموعد ترد في المكان والزمان المناسبين وتتعامل بالأسلحة سواء بالمدفعية أو بالجراد أو عن طريق الأسلحة والقوات التي تتمركز من هنا وهناك على امتداد المحاور. زي ما قلت لك هناك محاور في الجنوب البغلة والنهر واحد والنهر اثنين وصولا إلى زمزم والقدحية، رجوعا إلى المنطقة الفاصلة بين أبو قرين والوشكة ومحور بحار الذي هو بكل تأكيد محور داعم وأساسي في عملية تأمين وحماية سرة الجفرة حسب هذه الغرفة من تعليمات وأوامر. نعم السيد أحمد القاضي رئيس الفريق الإعلامي لغرفة عمليات تحرير سرت، نشكرك جزيل الشكر.